السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيون، جيت نشوف الجديد اللي دخلوا اليوم، بقاو معايا. واول حاجه غادي نمدحها لكم هو هذا الحامل نتاع الشموع، اللي الشكل ديالهم رائعين، حيت من نتاع مارمو كان فيه اما هكا هذا اللون او لا هذا واللون الكري. كتحطوا هنايا الشميعات، الثمن ديالهم 2 أورو و99 سنت. ودخلوا هاد البلاطويات، واحد المره كانوا جابوهم غير بهذا اللون تاع المرايات، دابا دخلوا فيهم حتى اللون الاسود. هما ثقالي، نحاول نشدو بلا ما نهرس شي حاجه، كيجيو بحال هكا ثقالين بزاف. كاينين هادو ب 5 أورو و98 سنت، وراه فيهم حتى الحجم الصغير هكا. كاين اللون الاسود هكا واللون نتاع المرايه، الثمن ديالهم 1 أورو و98 سنت. ودخلوا هاد الكراسي لي توب ديالهم تاع المبرع، عجبوني هاد الاخضر الملكي، كاين اما هكا او لا سامبل اسود سامبل، كاين غوز بيبي سامبل او لا الاسود، فيه نفس الطريقه تاع هذا الاخضر الملكي هكا في الصالون. الشكل ديالو عجبني بزاف، الثمن ديالهم 14 أورو و95 سنت. ودخلوا هاد المرايات، هادو البنات راهما كبارين كبارين بزاف بزاف هكا للصالون وحتى في الدخله نتاع الدار، لي الثمن ديالهم 24 أورو و95 سنت. ودخلوا هاد تيش لامب اللي هي كامله نتاع الحديده واللي خدامه بالكابل، الثمن ديالها 9 أورو و95 سنت. وكاينين حتى هاد الكؤوس اللي فيهم شميعات لداخل، فيهم 2 شميعات، كؤوس نتاع الجاج كباري، كاين هاد اللون لون برتقالي، الثمن ديالهم 5 أورو و99 سنت. ودخلوا حتى هاد العلبة اللي فيها 2 كيسان نتاع الشميعات بحال هكا، كيتلقوا الريحة، كاين إما هكا اللون الأخضر أو اللون الأزرق، الثمن ديالهم 5 أورو و79 سنت. وأما في الجهة فين كاين الوسادات والأغطية، لاحظت هاد الوسادات جدادين، الشكل ديالهم رائع، شوفوا اللون الذهبي كيبري، كاين إما هكا هاد اللون أو الذهبي مع الأسود أو الذهبي مع البني، اللي فيهم 45 على 45 سنتيم، الثمن ديالهم 5 أورو و99 سنت. وراهم رجعوا تاني هاد الغيكال اللي كتلصقوا هكا في الحيط، تحطوا في الصالون اولا في الدخله نتاع الدار، ديروا من تحت شي حاجه وفيها 2 إيطاجات، الثمن ديالو 24 أورو و95 سنت. واما في جهه في كاين الاواني، راح تدخلوا هاد الطاسات كاين القهوه اللي هما نتاع البديع، كاين اما هاد الشكل، كاين هذا وهذا وهاد الشكل، الثمن ديالهم 1 أورو و39 سنت. ودخلوا هاد الزلايف اللي هما صغيورين، نشوفوا الشكل ديالهم، كاين فيهم اما هاد اللون، كاينين هادو لي الثمن ديالهم 1 أورو و39 سنت. ودخلوا حتى هاد الطاسات، حتى هادو بالو ليا جدادين، كاين فيه هكا البيستاج الكري واللون الابيض، الثمن ديالهم 85 سنت. وكاينين هاد الطاسات نتاع القهوه، كاين اما هاد الشكل او لا هذا، لي الثمن ديالهم 82 سنت. ودخلوا حتى هاد البلاطويات اللي هما نتاع الخشب، اللي هو خفيف اللي كيستحمل 5 كيلو، لكن الخشب خفيف، الثمن ديالهم 3 أورو و99 سنت. وكاين هاد المنظمة، هاد زوينة اللي هي نتاع الخشب، فيها 3 نتاع الإيطاجات يعني من التحت و 2 فوق هكا كيما داروا هنايا، تحطوها فوق البوطاجين، تحطوا فيها بحال الركن تاع القهوه او العطريه، اي حاجه بغيتوها، الثمن ديالها 4 أورو و95 سنت. وجابوا هاد الاله اللي هي نتاع البافل اللي كتهز 2، الثمن ديالها 14 أورو و95 سنت. ودخلوا هاد الترمويات اللي هما نتاع الحديده، كاين اما هاد اللون او لا هذا، اللي كيهزو نصف لتر، الثمن ديالهم 3 أورو و99 سنت. وكاينين هاد الأغلفة نتاع الطاولة، شوفوا الديزاين اللي فيهم، كاين لون الكرونا، كاين لون الأبيض، لون الكري،
اللي فيهم يوضعين على 250 سنتيم، الثمن ديالهم 5 أورو 95 سنت. وكاين حتى هذه في الجهه فين كاين اللوازم تاع المكياج، هذه مرايه ومن تحت تحطوا فيها هكا الاكسسوارات ديالكم، كاين فيها اما هكا اللون الغوص او اللون الابيض تاع بلاستيك، الثمن ديالها 2 أورو 39 سنت. المنظمات تاع المكياج بانت ليا جديده، كتجي دائريه فيها 2 إطاجات. كاين هنايا الصوره باش تكون الصوره واضحه كيفاش كتجي، الثمن ديالها 3 أورو 99 سنت. وكاين هذه في الجهه فين كاين الماسكات، هذه فيها الزلافه وفيها هاد الفرشيت وهادو باش كتخلطوا بهم هكا الماسك، كاين فيها فقط هاد اللون، الثمن ديالها 1 أورو 95 سنت. واما في الجهه نتاع الاكسسوارات راح هادو دخلوهم جدادين، هادو نتاع الشعر كاين اما هكا او لا هاد اللون، لون زيتي لي الثمن ديالهم 1 أورو 99 سنت. واما في هاد الجهه فين كاين اللوازم تاع التنظيف تاع الدار كامل، لاحظت هاد الاله اللي خدامه بالحجيرات كتنظف لكم هكا البوتاغاز، الخشب، الزليج اللي فيها 3 نتاع الرؤوس، كل راس لمن كيصلح، الثمن ديالها 6 أورو 99 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي دخلوا اكسيو، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.